معانا على الهاتف الكابتن الكبير كابتن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مصر المقاصة بعد التعادل اليوم مع فريق طلائع الجيش في الدوري. كابتن تامر صباح الخير، مشرف ومنور. حبيبي يا كابتن كريم، حبيبي، اخبار حضرتك شرف ايه؟ ليا والله، شرف كبير والله. ليا. التعادل النهارده خسارة ام مكسب؟ بص، للامانه قبل المباراه طبعا كان حساباتنا مختلفه شويه، ان احنا كنا محتاجين الثلاث نقط دول، فرقه تحتينا في الترتيب وكنا ممكن نجري منهم شويه جوه الجدول، لكن المردود النهارده الاداء جوه الملعب ما كانش جيد جدا، ما كناش احسن حاجه يعني. ادائنا ما كانش جيد، لكن في ظل الاداء ده وظل المردود النهارده ده بنحافظ على فرق النقط اللي بيننا وبين طلائع الجيش، فتعادل مرضي لحد كبير يعني. انا بحترم المدرب من حيث المبدا كده، اللي يقول ان احنا ادائنا كان وحش. يعني ما فيش مدرب بعد ما بيخسر نقط يتعادل ماتش او يخسر مباراه يقول ان احنا ادائنا كان وحش، كان دايما يتكلم عن الحظ او يتكلم عن الحكام. لا لا لا، احنا واقعيين جدا ولازم الواحد يبقى واقعي جدا. انا ماتش الانبي الشوط الاولاني اداء رائع جدا، و90 دقيقه اداء رائع جدا، 10 دقائق بس فاتنا فيهم، لكن كنا ممكن نطلع كاسبين ماتش انبي بسهوله جدا، كان اداءنا رائع جدا وتعادلنا. لكن النهارده في ظل الظروف اللي احنا كنا فيها النهارده ما كنتش حاجه جيده قوي، وكنا في احسن حاجه يا كابتن كريم، مش ده اداءنا المعتاد يعني. فبقول الحمد لله يعني ان انت ممكن تبقى وحش او مش موفق يوم وتقدر تحافظ برضه انك ما تخسرش يعني، فدي حاجه كويسه يعني الحمد لله. قوام الفريق دلوقتي، انا فاهم ان انت بادئ الموسم بصعوبات كثيره جدا، ولكن بقى في انسجام حاليا مع الشباب في الفريق وبعض العناصر الجديده، الامور بقت احسن. دي حقيقه فعلا. بدانا الموسم بصعوبات كبيره جدا، ولاد صغيرين كلهم معظمهم، لكن النهارده عمرنا جوه الدوري الممتاز 13 ماتش بالنسبه للدوري يعني وكاس الرابطه، فالحمد لله يوم عن يوم مردودنا جيد، بكاس الرابطه قدمنا صوره كويسه، قدرنا نفوز وقدرنا نعمل نتائج جيده جدا، ورجعنا من كاس الرابطه التعادلين، اي نعم مش مرضيين قوي بالنسبه لنا، لكن مش سيئين يعني برضه الحمد لله، برضه الحمد لله رب العالمين، برضه محافظين على شكلنا جوه الدوري بشكل جيد لحد كبير يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مصر المقاصة، انا بشكرك شكرا جزيلا بعد التعادل اليوم مع طلائع الجيش بدون اهداف.